أنا حلبان عبد الشراء شامع عيار شعل وحن مدة الصومالية قارهان بيش اسكال كرسي لمبر هب ابر سديد سقال كور قلنا اياه ان انا اوتر تمين اما انا دفاعين مركلة كرسي قاس سببها سو سعودة وقود كو وحن كم دها لبدي حلبان ديدي انسحنتا شرعي لو يغين تدوي تمكي سبتمبر دلك لو جهي دور شدد بن سيداس اي تهي وانو قلادي شرعيقة ما داما اللي ما نادى بدن كود ماجوريتي اسكور راعين إلا وان نظام ديمقراطي سيدو يهي لابو انك استو اللي اسكور راعي نظام كدور شدد بن هدنا وحا موغضة ان لبال مري نظام كي لغوه شيي ان دور شدد لو فتيو هبرعي ذي لغوه شيء مدن يالي مروين وحال لغة شوغا لحسنو مركي كرسيغا حلما نمو ايان كوف مسلو سومالي دا غارهان بيشا محمد مارير وغردا لأي دار شي شاني لباتنكي جانوري لباكون يلحي يتوانكي كان من نغضي بارلمانكي ساقالات وهدانا مركلة ديب لا يغسو دورتي بارلمان كي تبنات لحي لباتن كي صدح يتبن كي نوفمبر لبكون يلحي يتبن كي أنا جو كسب بحاي دور شداس عد كي كوان وحن هل كان ما هذا نلسو كوا بكرين هو السوق قد بنيا ومدة سوماليات جارهان دكان دور شدا إذا أنكم مثل بارلمان كا فدرال كا سوماليا وأنتي حل كان هاي سوى ناكسن إلى شقيسي يقولون تاجرتي قانو أذك وأن مقعودة كجاري شككم أجره إن قف حل قاضي لقتر سنكره هذا بدن تاسنا وحي كم تهاي سنة نلاشة بل سوى عن لا يهاي أنتي سورة قالها سومالي قبل كرين السماء يبانا مدن يال يمروين وعنا مسنا هاي إن أنتي أن كم ده برلمان كفدرال كسوماليا أنا المرنا كأمسين شرفلك يتعدي ذا لو جيستو ذلك يدات كبا عد كي جنا أنا نعلف كدرسن كتاب كي أنا مرينا كرنو شاقي وحنو دارتي ما هاد دجان جارة إيواتن جود ذلك داتك إيو دينتا سيدا الله سعتان وحه الكدجية حقه هادو قراري هاي سو غتمي ماها وحا أنيغا ومقعينا كو هاليا أنا عود كيغا اوهي لي ومدى الصوماليات أنا اوك حق هادالكا إني لبسادان وحا أنا ويارو شلياشا سياسادة الصوماليا وحا أنا مسانا هاي إني دنبت هاي إني دنبت هاي أمسنانتا مركا إجران الرمان مدن إن لغا هالو مركز تاي بلشوكا ويعاتو رنشي جدا وحي لايابتا كو حقا كهلا مرنا كما عبسن إن أنا عد كيغا كوروغو غادو كهذا الكحقا يا عدالة ولو دوتك غارة إجعلان لهايين إن أنا أهلا سيدا إيه ربان أما إلتها أدي دوتك إنتي سبداني حقا كهلا لهايين حقنا كدغم لهايين وحنقبا إن سوماليا إن غن لهايين دل هرمر هرمرة وأدون كأنتي سكلا أيوس وشقتكتو. سيدا الله سعتان وحدلك كسعدة وحلوقي ردور شدد بن وبرلمان كفدرالكو أنسحيي لعيلة باتنكي سبتمبر لبكون إيو لباتنكي سيدا أنكر كسو حسي برلمان كفدرالك الصومالي كالفرقي ستة دبات كل كيس اللي حاد إيو ذا جركها وككوبنا قالها شعب كي إيو أغل كسرة ولغو غبتي حارونتا غولها شعب كليحي لباتنكي سبتمبر لباكوني لباتنكي اينا غوبتوغا هايين لباقول يشان يتوان حبنود وكمي دا غولها شعب يا فرتان حبنود وكمي دا اغل كسرة وحي لباقول يكونتون يلبا حبنود وعوديين ان دالكو آدو وحلو يغانا دور شدد بن لبا حلبان وانيقو ان كوچرو وي ديدين شرعيقاس حلقا حبن اي كامستي dad badan oo maalinta ay la yaabana markaan diidayaan saxinta sharciigaas doorashada dadban hadda waxay ugu taageereen go'aankaas masiiriga
ayaan qaatay go'aankaas iskama qaadane wuxuu ii ahaa mid ka tarjumayay waxa aan siyaasadda ka aaminsanahay waxaan u arkay in doorashada dadban aysan maslaxa ugu jirin dalka iyo dadkaba haddana waxaa idiin muuqata itifaalaha iyo foolxumada ka socota maamulada dalka ha ahaadeen heer federaal ama heer gobol oo xataa habraacyadii ay iyagu isku jimeeyeen iska daa dastuur la ilaashee inay baalmareen oo ay qofkay rabaan iska soo qoranayaan sababtaas iyo kuwo kale oo badan dartood baan kala xishooday in magacayga lagu xuso taariikhda oo jiilalka soo koraya aan rajaynayo in buugaagta taariikhda loogu dhigi doono haddii eebbaydmo una diiday ansixinta sharcigaas doorashada dadban sidaas daraaddeed waxaan ku wargelinayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha iska leh kursiga hob eber 89 inaanan difaacayn una tartamayn mar kale kursigaas sababahan soo sheega awgeed difaacayn waxaan leeyahay un ka wadaa dadka qaar ba laga yaba inaysan fahmayn maadaama kursigan aan 6 anigu aan ku fadhiyey markaad kursiga ku fadhiiso oo champion baa taho dhinaca feerka haddaad ka egtaan waxa weeye waad difaacaysa qofkii lagu keeno waad iska dhicinaysa marka sidaa ayaan ula jeedaa waxaan u rajaynayaa murashaxiinta kursigan u tartamaysa inay ilaaliyaan magaca iyo maamuuska kursigan oo ku asteysan kuraasta xor iyo xalaal oo beesha iska leh ku soo doorteen xildhibaankoodii sanadkii 2016 xildhibaankaas oo aniga ahaa doorashadaas oo ka dhacday magaalada Cadaado dad baa waxaa laga yaabaa inay leeyihiin xildhibaan cayaar jecel warmurtiyeedkan maanta uu soo jeedinayo muxuu u soo jeedinayaa maahan inaan leeyahay kursi baa layga boobayaa kursi baa layga dhacayaa ee waxaan u leeyahay waxaan weeye maadaama aana mabdi'iyan u aaminsanayn doorashada dadban muddooba waxaan micnaha go'aansaday inaanan micnaha ka qaybgelin soomaalida waxay tiraahdaa baqtiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabbaa marka taa suurtagal igama ahan waa dariiq cusuban u jihaynayo dhallinyarada iyo kuwa xildhibaanada mustaqbalka soomaalida ee laga rabo inay sidaas u kala go'aamo u qaataan waxaan halkan digniin uga dirayaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug oo aan leeyahay ka xishooda inaad gacmo gacmaysaan doorashooyinka guud ee kuraasta golaha shacabka ee hadda ka bilaabatay galmudug doorashada oo la boobo doorashada oo la boobaa waxay dhashaa isku dhac iyo dib u dhac ummadeed waan aragnay dhibkii ka dhashay tii 1969 taasoo keentay in madaxweynihii dalka cabdirashiid cali sharmaake rabbi ha u naxariistee maalin cad lagu dilay magaalada laascaanood kadibna ciidamadu dalka la wareegeen magaalada dhuusamareeb waxay ahayd meeshii maalin cad kuraastii loo tartamayey lagu boobay una boobay xisbigii marka dalka ka talinayo SYL waxa yar ay hadda galmudug haysato waa maamulkaas la isku yabyabay waxa madax lagu yahayna waa intaas haddii intaas la waayo waxaa iman kara waa nabadda oo faraha ka baxda sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa in laga fogaado wixii kale irdhayn kara ummadda doorashaduna noqoto mid qabaa'ilada kuraasta iska leh ay si xor iyo xalaal ah ugu tartamaan waxaan si gaara hoosta uga xariiqayaa ugana digayaa in la isku dayo faragelinta kursigan eber 89 oo ay leedahay beel habsaami qaybsi fac weyn oo soo jireen ah leh waxaan qabaa in haddii loo madax bannaanayn waayo beesha kursigeeda inuu dhici karo qalqal amni oo saameeya galmudug oo idil galad iyo guul soomaaliya ha noolaato to the international community in halane I Cabdi Shire Jaama member of the Somali parliament confirm that I have decided not to run the ongoing Somali elections. I have always opposed unfair elections, which I voted against in the Somali parliament, the so-called 17 September agreement. What's going on in the country is a crime against the country and the people. Therefore,
I cannot be part of it. I repeat, what's going on in the country is a crime against the country and the public and the Somali people, and I cannot be part of it. Thank you.